هو بنتكلم مثلا لو جينا هنتكلم على ارقام التعامل النهارده جلسه الختاميه بالنسبه للاسبوع اللي احنا فيه، بنتكلم على حجم تداول وصل حوالي 880 مليون جنيه، وده حجم تداول يعتبر نوعا ما غير مقبول على اساس ان جواه صفقه نساجون الشرقيون، ودي جزء سوري صفقه كليوباترا، ودي تعتبر خدت جزء كبير جدا من التداول، فيعتبر 880 مليون ليس طبعا على الرقم الحقيقي اللي جوه في حجم التداول. بنتكلم عن المؤشرات الرئيسيه البورصه المصريه، هناك في تفاوت في صعود ونزول، ولو اتكلمنا عن المؤشر الرئيسي البورصه المصريه اي جي اكس سيرت بالنسبه للاسهم الاكثر نشاطا، نجد ان هو طلع من بدايه الجلسه كان فيه صعود واكثر من حوالي 6%، ولكن في النهايه وصل الى انخفضت او تقلصت هذه الارتفاعات، لانه في نهايه الجلسه وصل ان هو ارتفاع ب 11 نقطه او حوالي 8%. لو اتكلمنا عن المؤشر الرئيسي وجدنا ان هو وصل في نهايه الجلسه ل 12905، وجدنا ان في تعاملات تمت على الاسهم حوالي 187 سهم. النهارده بنتكلم ان في ارتفاعات لحوالي 57 سهم فقط من ال 187، في انخفاضات في حوالي 95، لم يتاثر صعودا او نزولا حوالي 35 سهم. فنجد في الاجمالي او الملخص لهذه التعامل على الاسهم ان معظم الاسهم النهارده كان في هبوط، لو اتكلمنا ان في حوالي 95 سهم حصل ان هو نزلوا عن الاقفالات اللي هي امبارح. بالنسبه لراس المال السوقي، وجدنا ان هم من بدايه التعامل امبارح حتى نهايه جلسه النهارده، وجد ان المؤشر الرئيسي او راس المال السوقي فقد من قوته حوالي خسائر راس ماليه اكثر من 2 مليار ونص لحد جلسه نهايه جلسه الخميس. احنا بنقول ان في توترات لدى معظم المستثمرين، لو جينا شفنا وضع المستثمرين او تعاملاتهم النهارده هنجد ان في قوه شرائيه من جانب المستثمرين الاجانب، في قوه بيعيه في المقابل من جانب المستثمرين العرب والمصريين، ولو جينا قسمناها من حيث الافراد والمؤسسات هنجد ان في قوه شرائيه من جانب المؤسسات، في المقابل في قوه بيعيه من جانب الافراد. هنجد ان اللي سيطر على السوق الاسبوع دوت ان هو في توتر نتيجة ان في اجازة كبيرة شهد الاسبوع دوت، احنا بنقول ان احنا تم بداية التعامل في الاسبوع دوت بداية من جلسة يوم الثلاث، على اساس ان الاحد والاثنين الماضيين كانوا اجازة، فده بيدي اجازة او بيبقى فيه نوعا ما المستثمرين نفسهم بيبقوا واخدين اجازة مع الاجازه الطبيعيه اللي هي الرسميه للبورصه المصريه، فبيبقى في اجازه برضو من تعاملاتهم في البورصه المصريه. وجدنا برضو في توترات ان هو احنا منتظرين في بدايه الشهر الجاي اللي هي على يوم حوالي 17/5 الموضوع القرار بتاع قانون الضريبه على الدمغه اللي هي خاصه بالتعاملات لدى في مجال السوق المصري. احنا بنقول ان احنا بنتمنى في ذلك التوقيت ان احنا يتم الغاء هذا القرار، على اساس ان المستثمرين وخاصه المستثمرين الاجانب ما بيحبوش ان هم يبقى في عندهم ضغوط سواء من جهه الضريبه، وخاصه ان احنا شاهدنا هذا الوضع ان في 2007 و2008 تم وجود ادراج ضريبه على الارباح الراسماليه، وكان بدايه ان هي السوق حصل فيه انهيار في تلك الفتره، فاتمنى ان احنا ما نقابلش الفتره اللي جايه انهيار في السوق المصري بسبب الضريبه على الدمغه.